ناويه تقعدي في الاوتيل كتير؟ لا طبعا، نشوف شقه. شوفي شقه ليه يا بنتي؟ انا وسط فاضي يقعد فيها براحتك. لا لا، الاوتيل احسن. انا عايزه كمان اشتري عربيه. طيب على ما تجيبي عربيه بيكلميني لو عايزه تروح اي مشاوير او تشتري اي حاجه. انا عايزاك تروح عشان تكلم مرافق. هكلمها امشي. حاضر يا انجي، حاضر. لا مش حاضر، انا عايزاك ترجع لمراتك وتتكلم معاها. سيف، انا مش عايزاك تخسر. حاضر، هرجع. وبعدين على فكره انا عمري ما خسرت، انا طول عمري جامد. جامد؟ طب روح بقى. جامد ماشي، اطمن عليكي بس تعملي تشيكان وهمشي على طول. طب يلا. دايما بحس ان انا اعرفك من سنين. غريبه، تصوري انا برضو حاسس نفس الاحساس ده. طب قولي انت فين؟ مراتك فين؟ بتعملوا ايه؟ انا مفروض مراتي دلوقتي بتنام الولاد، انا لسه واصل حالا هخش اغير هدومي وبعد كده اي هوب ان احنا نقعد نتفرج على فيلم حلو مع بعض. يا عم يا عم، طيب اقفل انا بقى علشان انت تعيش. لا لا لا، ما تقلقيش، هي كل مره بتقول كده، تخش تنام الولاد وبعد كده تنام جنبهم. يا عيني، ما هو تلاقيها مهدود حيلها طول النهار. والله الست دي بتصعب عليا. بيني وبينك انا برضه بتصعب عليا جدا. يعني الراجل احتياجاته دايما بتبقى مادية، انما الست بيبقى عليها عيبة كبيرة اوي. يا عم يا بختها بيك، انت حضرتك عملة نادرة، لو في منك كام راجل كان زمان البلد دي حالها اتغير. قوليلي يا هادي، فكرتي تخلفي قبل كده؟ اخلف؟ طب انت مش شايف ان ده موضوع كبير كده المفروض لما نتقابل نبقى نقعد نتكلم فيه؟ ممكن نتقابل بكرة، يعني نشرب حاجة مع بعض. خلاص، هشوف السكادي والبتاعي الأول وبعدين نتقابل. أوكي؟ أوكي أوكي. يلا جميل، have a nice time. باي. كفايه كده؟ انا جيت بس علشان اكوي لك قمصانك، مش هو ده اللي ربطك بيا؟ هنيلي، انا محتاج لك، انا مش محتاج اكتر منك تاخديني في حضنك بس. انت فين؟ انا بره. ايوه بره. فين؟ مع اصحابي. طيب ماشي، انا لسه بفكر في موضوع بكره ده، مش عارفه اذا كنت هاجي ولا لا بصراحه. زي ما انت عايزه. اكيد زي ما انا عايزه. بقولك ايه، ما تتاخرش. اوكي؟